9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص الحزن والأسى رئيس الوزراء السابق الدكتور شريف إسماعيل، قائلا إنه كان رجلا فاضلا من خير رجال مصر، ورجلا تجسد فيه ضمير هذه الأمة. وعبر صفحته الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال الرئيس السيسي إن الراحل كان رجلا عظيما بحق، تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسؤولية الصعبة. وأضاف الرئيس السيسي أنه لم يرى من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه. هذا ونعى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ببالغ الحزن والأسى المغفور له رئيس وزراء مصر السابق الدكتور شريف إسماعيل، مؤكدا أنه كان رجلا وطنيا محبا لوطنه، وكان نموذجا يحتذى به في العطاء وخدمة الوطن. كما نعى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببالغ الحزن والأسى المغفور له الدكتور شريف إسماعيل، مؤكدا أن الفقيد كان عالما وطنيا مخلصا لبلده وسياسيا بارعا، أدى رسالته في جميع المناصب التي تولاها في رئاسة الوزارة بجدارة في مرحلة دقيقة من مراحل تاريخ الوطن. كما نعى مجلس الوزراء بخالص الحزن وعميق الأسى رئيس الوزراء السابق الدكتور شريف إسماعيل. وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الراحل بذل الكثير في سبيل خدمة الوطن خلال المناصب العامة التي تولاها، لافتا إلى أن الوطن لن ينسى هذه الإسهامات الجليلة وسيظل يذكرها بكل تقدير ووفاء وعرفان. أشهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالإجراءات التي أعلنها منتدى شباب العالم في نسخته الخامسة من توجيه عوائد الرعاية المخصصة لتنظيمه لصالح حزمة من المبادرات والمشروعات التنموية. كما ثمنت التنسيقية تلك الإجراءات التي تؤكد وعي وإدراك شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة القائمين على إدارة وتنظيم المنتدى للمتغيرات الدولية والتداعيات الإنسانية والاقتصادية. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه بتوجيه من الرئيس جو بايدن أسقطت مقاتلات من القيادة الشمالية المنتدى الصيني على ارتفاع عال قبالة ساحل ساوث كارولينا. وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن بايدن أعطى الإذن بإسقاط المنطاد منذ الأربعاء الماضي بمجرد أن يصبح بالإمكان تنفيذ ذلك دون تعرض حياة الأمريكيين بالخطر، مشيرا إلى أن إسقاط المنطاد تم بالتنسيق مع الحكومة الكندية. انتقدت بكين قرار البنتاغون بإسقاط منطاد صيني تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسس وتم رصده فوق أمريكا الشمالية، متهمة الولايات المتحدة بالمبالغة في رد الفعل وبانتهاك الممارسات الدولية بشكل خطير. وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن الصين تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجها على استخدام القوة من جانب الولايات المتحدة لمهاجمة المنطاد المدني غير المأهول، مشددة على أنها تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الردود الضرورية. أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو دعم بلاده لقرار الولايات المتحدة بإسقاط منطاد المراقبة الصيني الذي كان يحلق على ارتفاعات عالية وينتهك المجال الجوي الأمريكي والكندي والقانون الدولي. وأكد رئيس الوزراء الكندي عبر تويتر أن كندا تدعم هذا الإجراء وأنها ستواصل مع قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية حماية المصالح المشتركة. أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند أنه تم إرسال أول دبابات من دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا. وقالت الوزيرة عبر تويتر إن طائرة تابعة للقوات الجوية الكندية أقلعت من هاليفاكس مع أول دبابة ليوبارد 2 تصل إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن كندا تتضامن مع أوكرانيا وستواصل تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالمعدات اللازمة للانتصار.
أكد المستشار الألماني أولف شولتس أن هناك توافقا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي على عدم استخدام الأسلحة التي يقدمها الغرب لكييف في شن هجمات على الأراضي الروسية. وأكد شولتس أن هناك إجماعا على هذا الأمر. يأتي ذلك فيما اتخذ حلفاء أوكرانيا خطوات جديدة في مجال الدعم العسكري بتعهدهم بمنحها دبابات ثقيلة وصواريخ بعيدة المدى. انطلق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته 12 بمعبد الأقصر تحت شعار السينما خلود الزمان، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما الإفريقية من مختلف دول العالم. هذا وأكد رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد أن المهرجان يعبر عن صناعة مهمة، ويجب أن يظل الاهتمام بصناعة السينما والأفلام ودعمها حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم حالياً. مشاهدينا، نهاية موجز التساعة، ونعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.